مساء الخير. النهاردة هنتكلم عن التلاجة الأريستون الباب واحد. كان أحد المتابعين قال لي أنا اشتريت التلاجة دي ولقيتها بتعمل تلج، فهي نو فروست ولا مش نو فروست؟ فالنهاردة هنتكلم عن النقطة دي بالذات، لأن إحنا قبل كده اتكلمنا عن التلاجة بصفة عامة. التلاجة دي اللي هي الباب الواحد أريستون تعتبر دي فروست مش نو فروست، لكن هي مش زي زمان أنا بفتح التلاجة وأقعد أكحت التلج وكده، لا هي دي فروست بس بتدوب التلج اوتوماتيك من غير تدخل مني خالص. هنفتح التلاجة، انا وانا في التلاجة وهي في البيت هلاقي مع الاستخدام في نقط بتتكون هنا، عبارة عن ممكن حبيبات تلج كده بسيطة صغيرة، دي مع الوقت بتكتر، لكن اول ما التلاجة بتوصل لدرجة التبريد وموتورها بيفصل، التلج ده كله بيدوب وبينزل زي ما احنا، هيقعد ينزل على ظهر التلاجة كده لحد ما هيوصل للجزء الأخضر اللي هو اللي تحت ده. ده فتحة صرف التلج المية بتنزل فيها بعد ما التلج بيدوب من عند لما الموتور بيقف، بينزل في فتحة الصرف دي، بينزل على وعاء التخزين اللي فوق الموتور وبيتبخر عادي. فالتلاجة دي فروست مش نفرست، لكن أنا مش بتدخل فيها خالص، هي أوتوماتيك بتدوب التلج لوحدها. حتى هلاقي هنا في فراغات ما بين الرف والظهر التلاجة عشان المية تنزل في فتحة الصرف اللي تحت، فمقلقش خالص من التلاجة. التلاجة تحفة جدا وكويسة جدا، بس حبينا ننوه على النقطة دي، ان انا لو لقيت حبيبات تلج كده اتكونت هنا او نقط تكثيف مية، مقلقش خالص، هي لوحدها التلاجة هتتخلص من الموضوع ده بطريقة سهلة جدا زي ما وضحنا. يعني انا لو نزلت هنا كده تاني وفتحنا الدرج، الجزء ده زي ما احنا شايفين فوق وبيتسلك لو في اي سدد ولا اي حاجة، وبعد كده المية بتنزل بتتبخر عادي خالص. الموضوع ده في التلاجة يعني يعتبر ميزة جدا، لان الموضوع النو فروست في التلاجات العادية بيبقى عبارة عن يا مروحة تبخير يا هيتر، فدول بيسحبوا كهرباء عالية بيخلي استهلاك التلاجة للكهرباء عالي. لكن احنا لو لقينا، لو بصينا على استهلاك الكهرباء للاريستون هلاقيه 13 كيلو وات استهلاك شهري، فيعتبر يعني اقل استهلاك شهري للتلاجة، لان ما تستهلكش كهرباء خالص، تعتبر من اقل التلاجات في استهلاك الكهرباء. زي ما احنا شايفين اهو 13 كيلو وات استهلاك شهري. متوسط التلاجات العادي بيبقى تلاتينات وفي حاجات اربعينات، فيعني تعتبر موفرة جدا في الطاقة، زائد ان هي ما بيبقاش فيها سخونية من الجناب خالص، بعكس التلاجات النو فروست العادية بيبقى فيها سخونية من الجنب، اللي بتعتمد على الهيتر ان هو يدوب التلج اوتوماتيك في التلاجة. ودي برضو لان التلاجة ليها توين زي ما احنا شايفين الفريزر الجزء التاني بتاعها، فالاتنين ما بيطلعوش اي سخونية من الجنب عشان اقدر يعني الزقهم في بعض وتبقى تلاجة ودي فريزر توين زي ما احنا شايفين كده. فلو اي حد لقى التلاجة بتطلع حبيبات تلج على ظهر التلاجة ما يقلقش خالص، هي بتدوب لوحدها اوتوماتيك زي ما قلنا. لكن التلاجة في تصنيفها هي تعتبر دي فروست مش نو فروست، لكن مش زي زمان هي بتدوب التلج اوتوماتيك. شكرا جدا، واتمنى المعلومة البسيطة دي تكون عجبتكم. لو اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يجيلك كل حاجة جديدة.